أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم في لايف سبور، البداية ببرنامج مقابلات الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تتلعب كلها نهار الأربعاء 8 فيفري ماضي ساعتين. لحساب المجموعة الأولى، ترجي يستضيف أمل حمام سوسة، الملعب التونسي واجه اتحاد تطاوين دون حضور الجمهور، النجم الساحلي يستضيف النادي البنزرتي، والنادي السفيقسي واجه هلال الشباب. في المجموعة الثانية، الأولمبي البيجي في مواجهة النادي الإفريقي مستقبل الرجيش يلعب ضد الاتحاد المنستيري، أولمبيك سيدي بوزيد يواجه نجم المتلوي، واتحاد بنقردان يلعب ضد مستقبل سليمان. من الرابطة المحترفة الأولى نمشيو للرابطة المحترفة الثانية، والشبيبة القيروانية توصل تحذيراتها بصفة عادية في ملعب حمد العويني بإشراف المدرب عصام المرداسي. تمارين جي اس كا شهدت عودة أحمد الفزاني بعد تعافيه من الإصابة، بالإضافة لعودة يحيى المتيري بعد نهاية التزاماته في تربص المنتخب التونسي للأوسط. في كرة السلة، منتخبنا التونسي وصل طرابلس التحضيري في المنستير استعدادا للمرحلة الأخيرة من تصفية المؤهلة لكأس العالم اللي باش تحتضنها مصر من 24 إلى 26 فيفري الحالي. نذكر أنه طرابلس منتخبنا تتخلوا ثلاثة مقابلات ودية ضد كل من الجزائر، ليبيا والأردن. في كرة اليد، نهار الأربعاء دور الجولة 13 من المرحلة الأولى لبطولة النخبة، كل المقابلات ينطلقوا الأربعاء متاع العشية. سبورتينغ المكنين يستضيف النجم الساحلي، بعث بن خيار يواجه النادي الإفريقي، نصر طبلبة يلعب ضد نادي قصور السيف، مكرم المهدية مع نادي ساقيت الزيت، نادي قصر الهلال يستضيف الترجي الرياضي التونسي، ونادي كرة اليد بجمال في مواجهة جمعية الحمامات. عربيا، الاتحاد القطري لكرة القدم أعلن رسميا عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش كمدرب جديد المنتخب العنابي، ونذكر أنه كيروش سبق له تدريب عديد المنتخبات على غرار مصر، البرتغال، الإمارات، جنوب أفريقيا، إيران وكولومبيا، وعلى مستوى الأندية كذلك درب عديد الفرق على غرار سبورتينغ لشبونة وريال مدريد الإسباني، وشغل كذلك مدرب مساعد مع أليكس فيرغسون في مانشستر يونايتد الإنجليزي. في التنس، لعبتنا التونسية أنس جابر حافظت على مركزها الثالث في التصنيف العالمي للعبة التنس المحترفات الصادر اليوم. نذكر أن أنس جابر كانت تراجعت بمركز وحيد بعد انسحابها من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، واللي بقات في المركز الثاني عالميا لمدة 21 أسبوع بالتمام والكمال بفضل نتائجها المتميزة في العام الفارط، وخاصة وصولها نهائي بطولة ويمبلدون ونهائي بطولة أمريكا المفتوحة. في كأس العالم للأندية، وبالنسبة لبرنامج مقابلات الدورة النصف النهائي، غدوة 8 متاع الليل دومي فينال لول بين الهلال السعودي وفلامينغو البرازيلي، ونهار الأربعاء 8 متاع الليل ممثل كرة القدم الإفريقية الأهلي المصري يلعب مباراة النصف النهائي ضد العمريق ريال مدريد الإسبانية. خارج تونس، وفي أبرز مقابلات اليوم في الدوريات الأوروبية، في الجولة 20 من الليغا الإسبانية، ريو فاليكانو متعادل حاليا أمام الميريا 0-0 في الشوط الثاني. في الجولة 21 من الكالتشيو الإيطالي، سيريا هيلاس فيرونا تعادل أمام لازيو روما 1-1، وفي اللحظة هذه مونزا متعادل أمام ساندوريا هدف مقابل هدف في الشوط الثاني. نختم نشرتنا كالعادة بمعلومة صحية، تساهم الرياضة في الحماية من الإصابة من الأمراض المزمنة والأمراض النفسية، بالإضافة إلى تعزيز المناعة وتقوية الذاكرة والمساعدة في التحكم في الوزن. هذا كل ما عنا في لايف سبور، أجمل تحيات سيدة ترابلسي، وإن شاء الله ليلتكم زينة. لايف سبور، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM.